مسي عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير يا ربي. انا اليوم جيت نوجد معكم الملفوف ديال البطاطا العشاء. عندي هنا شويه المعدنوس والدرس ديال الثومه والكمون والسودانيه غبره وشويه الملح وشويه السكنجبير والبزار، وعندي هنايا جوج معالق ديال الدقيق وبصله صغيره محكوكه، وعندي هنا اربعه البيضات، وعندي هنا بطاطا محكوكه ثلاثه البطاطا. المهم على بركه الله نبدا دابا نوجد معكم. غادي ندير البصله كما حكيت، نزيد عليها هاد التوابل والربيع هادي الربيض، عندنا أربعة البيضات، كيتجانسو ليا المعقة ديال كلو مزيان مع البطاطا والبيض والعطرية. دابا كنزيد جوج المعالق ديال الدقيق، هو دابا نجمع دابا المقادير. غادي نجيب الطاوله ديالي، كندير ورق الزبده وكندير شويه الزبده باش ما يتلصق ليا. باش ما يتلصق ليا الخليط ديالي كندهنو باش كنت كديرو الزبدة لينا بغيتي نتي كديرو الزيت على حسب الذوق. دابا هو الخليط ديالي غادي نكبو ونسرحو. باش ما يجيش غليظ وما يجيش رقيق، هذا دابا ملي سرحت الخليط ديالي ديال البطاطا غادي ندخلو للفران. كنشعل لتحت حتى كيطيب في التحت، ومن بعد كنشعل الفوق على درجات متوسطه باش كنطيبو. واخا
خرجت البطاطا من الفران، هذه نزول ليها نحيد لها الورق الزبده. المهم دابا نوريكم باش ندير ليها الحشوه. عندي هنايا الفلافل مشكلين لوينات، وعندي هنايا الفطر شحرته بشويه الزبده والبزار والملحه، وعندي هنايا الطون، وعندي هنايا الفرماج، وعندي هنايا الجبن ديال الصندوق، وعندي هنايا الكيتشوب. البطاطا ديالي نحاول نقلبها. انا كندير ليها الكيتشوب، الا بغيتي كديري ليها لاصوص البيتزا، ندير ليها الحشوه كيبحال البيتزا. ما استفت الفرماج، عندي ديال الفلافل، كندير ليها هكا بحال الطريقة ديال البيتزا. كندير ليها الفطر، كنزيد الثوم، دابا ندير الفرماج، وغادي نتعمرو ليك، نحاول نعملها بشوية، نضغط عليها بشوية بشوية. دابا نرجع للفران باش يذوب ليا الفرماج. من بعد ما خرجت الملفوف من الفران تذاب ليا الفرماج. المهم ما شكش بزاف، تقريبا شي 5 دقائق هكاك.